وبعض الأشخاص المحيطين بهم في قيامهم ببعض الممارسات الغير مشروعة. النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة لطفي بوجمعة، وفي خرجة له بعد بث المحكمة الدستورية في طعون بعض الراغبين في الترشح، يؤكد أن ما جرى أثناء جمع التوقيعات مخالف للقانون. والسلوكات التي تمثلت في شراء بعض توقيعات. شراء التوقيعات أبرز التهم يشير النائب العام، وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي محمد قد أودع السجن مؤقتا 68 شخصا. المتهمون وبعد استجوابهم تبين أنهم متابعون بجنحة تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها من أجل الحصول أو محاولة الحصول على توقيعات وسوء استغلال الوظيفة، إضافة إلى تلقي مزية غير مستحقة. وبين هؤلاء المتهمين منتخبون محليون في مجالس شعبية بولايات عدة على غرار وهران وتيارت وسيدي بلعباس والبليدة والجزائر العاصمة ثم عناب شرقا. مصادر مطلعة أفادت أن المحققين توصلوا إلى أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 20,000 و30,000 دينار جزائري مقابل التوقيع على هذه الاستمارات. أو الفئة الثالثة وهي تخص فئة الراغبين في الترشح. الراغبون في الترشح سعيدة نجزة، عبد الحكيم حمادي وبالقاسم ساحلي في مرمى الاتهام بشراء هذه التوقيعات، غير أن قاضي التحقيق وبعد سماعهم أحالهم لرقابة قضائية. خرجة النائب العام خلفت جدلا واسعا، فهناك من استهجن العملية بأكملها على أساس أن السلطة تريد الإعازة بأن الطريق للرئاسية مفتوح ولا تشوبه أي عوائق ولا بديل عن المال الحلال، بمعنى أن فساد المال قد مضى وانقضى ولا وجود له في قاموس الجزائر الجديدة، في مقابل من رأى أن موعد 7 سبتمبر ليس ذا بال في الشارع الجزائري بحكم أن من سيفرزه الصندوق معروف سلفا. فلماذا الإمعان في تبذير المال العام بإنفاق قرابة 4500 مليار سنتيم، أي حوالي 4 مليون يورو، لتمويل رئاسيات تضيف 5 سنوات أخرى للرئيس الحالي؟ ناشطون ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمنوا لو أن القضاء فتح تحقيقات أيضا عما وصف بفوضى أرقام سلطة الانتخابات واستعمال مرشح السلطة لوسائل الدولة، بالإضافة لحملة انتخابية مسبقة عبر زيارات يقوم بها وزراء لا يتوانون عن شكر الرئيس والثناء عليه. أما أبناء الحراك الشعبي فقد اتهموا القضاء بالكيل بمكيالين لرفضه النظر أو فتح تحقيقات في شكاوى عشرات الحراكيين حول ما وصفوه بالاعتقال التعسفي وبعض حالات التعذيب، ناهيك عن اتهام سجناء آخرين بالإرهاب.